هنجمع على 10000 قدام مجلس الوزراء، هنروح نبات ونقعد نجمع 10000 اخ ونقعد نايمين وقاعدين قدام مجلس الوزراء. ما خرجناش نخش نجيبها منين؟ ندور عليها منين؟ ايه؟ ما طلعوش اسكندريه كمايل، دخلوا كمان طلعوه. يا اخي يا اخي الله يبارك فيك، خلينا نتكلم الكلام العقلاني. انا بنتكلم كلام عقلاني. هتدخل تجيبها مجلس الوزراء؟ لا احنا ما حدش قال كده، خلي واحده 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 اسكندريه راحت طلعوه. ايوه ايوه يا اخي اعرف مكانها واحنا نروح نجيبها من مكانها. اي كليب هنخش عليها. خلاص 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 اتصرف، انت عايز تقول كده هيتحرك هنطلب من الناس. لو قعدنا 30 ثانية محدش هيبص عليك. مجلس الوزراء. لا يا عم الحاج مين قال كده؟ انا بقول كده على خمس دقايق وهتضرب ما تضربش ليه؟ ليه كلمة ليه كلمة؟ المهم يتصل احنا نروح نعطف واحنا قلنا نروح. يا اخي يا اخي يا شباب محدش يضحك عليكم بكلام غير حقيقي، محدش يضحك عليكم، محدش يقول لكم اشاعات او يقول لكم كلام غير حقيقي. احنا رايحين نعتصم قدام مجلس الوزراء دلوقتي. مش راجعين لما اي حد يتصل عليك قول له جينا قدام مجلس الوزراء. اي حد يجي لنا قدام مجلس الوزراء. يلا ماشي يا شباب، عايزين 10000 واحد قدام مجلس الوزراء ليل ونهار. ايوه العدد ده ما يسمعلكش انك تتكلم، العدد بيكون عددك كبير زي ما قلت لكم. اوعوا حد يخترقكم، حد وهو ماشي وسطكم يكسر حاجه، يضرب حاجه، يعمل حاجه. حافظوا على تماسككم، مفيش اشاعات. احنا هنبدا نتحرك دلوقتي على مجلس الوزراء بالتحرير. يا ريت نمشي منضبطين ونوسع طريق العربيات، هنتحرك في الاتجاه ده ونعدي من قصر النيل وننزل على